italiano? No, quello là. المواطنين السوريين أصيب بالطيران السوري راحت طرف الأيسر وإيدي الأيسر. أنا قصي، أنا من سوريا من دير الزور، عمري 20 سنة. أصبت بإصابة حربية طيران، يعني صرت بغازي عنتاب وركبوا لي طرف وعم بتدرب عليه وأموري منيحة الحمد لله. بس بتمنى يعني من أخواننا ببيروت قبل الإصابة، وكنت بشتغل يعني والحمد لله، وهلا بسبب الإصابة يعني أنا ما عاد فيني أشتغل، وعم فكر يعني إنه تمام. قول إنه يعني مع الأسف أنا شايف الوضع بالسعودية ما أنا شايف. يعني أنا هلا بتمنى إنه يهدى الوضع بسوريا وبنرجع مثل الأول وبنرجع بنعمر سوريا، لأنه فقدنا يعني شهداء. يعني أنا كنت قبل يعني بسوريا قبل الإصابة، يعني كنت شو بدي كنت بعمل، يعني ما في شي بيعيقني، وهلا يعني بعد الإصابة يعني حابة أوجه رسالة للدول اللي خارج، يعني تركيا أو تركيا يعني ما يفرق، بس إنه لازم إنه يسعون لأطراف ذكية للأطفال، يعني إنه يكملون حياتهم طبيعي ولا يحسون إنه مر عليهم حرب ولا أي شيء. يعني هو الأطراف يعني حتى اللي عم بغازي عنتاب إنه الخطوات للإيادة كثير مبسوط. إمكانيات إنه يصير أطراف ذكية للمركز اللي إحنا هين بيه، مركز خطوات للإرادة. Osama, and this is my friend Amr. We used to play football together, but he don't let me go anymore because of his other. I'm from Syria, Aleppo, and I'm studying architecture here in Gaziantep, and I'm also working in the WSP center for Syrian. In Turkey, I've been in Turkey from 5 years ago. I was in Hatay, Antakya for 1 year, then in Istanbul for 1 year. Future of Syria doesn't look like anything because there's nothing clear. It might be anything. It might be for the regime, unfortunately. It might be for the revolution. It might be for us as we dreamed in the first place. It's all about us. If we are working.